أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح مع سن الثنايا والشعارات يا أصحاب السمو شوخ الحاضرة على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق وفي هذه التحديات الصباحية الجميلة الرائعة. نسير مشاهدينا متابعين الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرحناك لقادة المجموعة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. أرى شديدة اللي بدأت بالتسلل في هذا الانطلاق بانتزاع ناموسي هذا الشوط، والشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان الهيان بمتابعة سعيد بن مبارك الوهيبي من قدم الطيارة في أحد الأشواط، يأتي بتحديات شديدة تليها مع المركز الثاني. مع المركز الثاني تصل هملولة التابعة لهجن الرئاسة حمدان بن محمد بن مروشد من يتابع هملولة الذي أيضا بدأت بالتسلل بدورها إلى المقدمة. ومع المركز الثالث، المركز الثالث نتابع أفراح من الجانب الآخر، أفراح بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوفع يقدم أفراح على مستوى المركز الثالث، أحد خبراء التضمير مضمر الشرق الأوسط، وعلى مستوى المركز الرابع واتصل في هذه اللحظات الشاهينية التابعة لهجن العاصفة يتقدم غياث الهلالي من يتابع الشاهينية على مستوى المركز الرابع. بينما إذا انطلقنا مشاهدينا متابع متابعينا الكرام مع المركز الخامس، تصل في هذه اللحظات هملولة خامسا بشعار هجن الرئاسة ومتابعة أحد الشباب حمدان بن محمد بن مروشد من يتابع هملولة على مستوى المركز الخامس. كذلك أرى التسلل مع المركز السادس أيضا هملولة التابعة لهجن الرئاسة ومتابعة حمدان بن محمد بن مروشد. بينما إذا انطلقنا مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز السابع، أرى التسلل والتقدم للشاهينية التابعة لهجن العاصفة تتسلل بدورها مع المركز السابع بمتابعة غياثة الهلالي. ومع المركز الثامن، المركز الثامن والتاسع تاتي هملولة وهملولة الأخرى الثنتين بشعار هجن الرئاسة متابعة حمدان بن محمد بن مروشد من يعلن هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الأول للمراكز المتقدمة في هذا الشوط بهذه التحديات الحاضرة، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع البداية والتغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة. أرى هناك هملولة اللي قادت المجموعة، هملولة اللي بدت في التقدم بشعار هجن الرئاسة الشعار الغالي على قلوب الجميع بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد من يتابع هملولة. ولكن الشاهينية القادمة على مستوى المركز الثاني، الشاهينية بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي يتقدم أيضا على مستوى المركز الثاني، المركز الثالث والرابع هملولة وهملولة الأخرى أيضا الثنتين القادمات بشعار هجن الرئاسة يتقدم حمدان بن محمد بن مروشد. ومع المركز الخامس نتابع شديد مع المركز الخامس بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان الهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي مقدما لتحديات شديدة. ولكن التسلل من الجانب الآخر لأفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم تتسلل بدورها مع المراكز المتقدمة، أفراح وقيادة طارش بن مبارك بالقوبة. ولكن اللي وصلت مع المركز السابع، نتابع الشاهينية بدت بالتقدم بشعار هجر العاصفة يقدمها غياث الهلالي. المركز الثامن والتاسع، أرى التسلل والتقدم في هذه اللحظات مع هملولة وهملولة الأخرى الثنتين
من شعار هجن الرئاسة يتقدم حمدان بن محمد بن مرشد يتابع هذه الأسامي في هذا الانطلاق. ولكن بنعود مع الصدارة مشاهدينا متابعين الكرام، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز. أصبحت ثنائية مع أيضا انطلاقة شعار هجن الرئاسة، من ياتي مع هملولة وهملولة الأخرى، الثنتين بشعار هجن الرئاسة. يتقدم حمدان بن محمد بن مروشد، من يتابع هماليل الرئاسة على الصدارة والمقدمة. ولكن الشاهينية مع المركز الثالث لهجن العاصفة بمتابعته وانطلاقة غياث الهلالي، من يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع تصل أيضا هملولة الأخرى لهجن الرئاسة بمتابعته وانطلاقة حمدان بن محمد بن مرشد، من ينطلق على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس الشاهينية التابعة لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، ولكن أفراح تصل مع المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد برايد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة، من يتابع أفراحه مع المركز السادس. سير مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز السابع، ما شاء الله نتابع التقدم، نتابع التسلل في هذه اللحظات مع شديدة اللي وصلت مع المركز السابع لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان الهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي، من قدم أيضا الطيارة وقاد الطيارة في أحد أشواط صباح هذا اليوم. ياتي بانطلاقة شديدة اللي بدأت تتسلل بدورها مع المراكز المتقدمة. ولكن بنعود مشاهدينا متابعين الكرام مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك الشاهينية اللي قادت المجموعة، وانطلقت بناموس هذا الشوط بشعار هجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي. بدت بير الشوط، بدت تباعد، بدت بالانطلاق، ونحن بدينا نغترب من لوحة الإعلان، بدينا نغترب من لوحة الألف والميتين. والشاهينية على الصدارة، الشاهينية على المقدمة، تقود المجموعة بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. من يتابع انطلاق الشاهينية، ولكن تصل شديدة في هذه اللحظات على مستوى المركز الثاني، شديدة وشعار سمو الشيخ سيب خليفة بن سيفر الهيان السعيد بن مبارك الوهيبي تبضيف النقطة الثانية لهذا الشعار، لهذا الانطلاق المتميز. بدت تباعد المسافة شديدة بانت شدتها في اللحظات الأخيرة. وهملولة قادمة مع المركز الثاني اللحظات الأخيرة شديدة، هي الأقرب لناموس هذا الشوط. وللمرة الثانية وشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان الهيان، من يتابع شديدة السعيد بن مبارك الوهيبي. ولكن هماليل الرئاسة القادمات أيضا مع المركز الثالث، ولكن شديدة بانت شدتها في اللحظات الأخيرة، تنطلق بناموس هذا الشوط للمرة الثانية. ولكن ارصد لي هملولة القادمة، هملولة وشديدة صامدة على المقدمة. هملولة تحاول اللحظات الأخيرة التسلل أم الصمود في هذا الانطلاق، ولكن هملولة تتسلل. وللمرة الثالثة في هذا الصباح تهانينا لهجن الرئاسة على فوز هملولة بالمركز الأول، تهانينا أيضا للمضمة.
المعمر حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الثاني شديد لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. المركز الثالث هملولة لهجن الرياسة. المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة. ومع المركز الخامس جاءت أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. عشر دقائق ثانيتين وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لحمدان بن محمد بن مروشد بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. عشر دقائق هذه لحظات الوصول مع شديدة، ثلاث ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، تهانينا لسعيد بن مبارك الوهيبي واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول. عشر دقائق ست ثواني وست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا أيضا موصولة لحمدان بن محمد بن مروشد.